هاي بعد ما أخذت الليطانة حقها من مؤسسة كهرباء لبنان، تم التواطؤ على مصلحة ابن قضاء جدين، واللي صاير هل هو اتفاق سياسي خصوصا بعد الزيارة الأخيرة، يعني طيارة بري لمصلحة شوفية وبصمت قواته؟ هل حزب الله راضي عن تصرف حليفه أمل بالعراضة اللي قام فيها بالساحل الجزينة، هو اللي كان رافض قطع وتسكير الطرقات خلال الثورة؟ وهل وصلت الرسالة للقيادات الجزينية؟ الثورة كانت على منظومة الفساد كلن يعني كلن. النائب التغيير شرب المسعد، كان كتير مهم مشاركتك بالمجلس العاشورائي للتعزية بروم، ولكن شو موقفك من خطاب النائب محمد رعد بحضورك؟ هل صارت من أهداف النائب فور فوزه إنشاء جمعية يترأسها؟ وشو الغاية؟ محتاج مصاري؟ أو إنه اللي انتقد الخدمات بالتشريعي استباح الموقع فور فوزه؟ لما الكل يكون ناطر زيارة لدريان للبنان بأيلول مع اسم رئاسة الجمهورية، وين الصناعة اللبنانية بالموضوع؟ بعد كم شهر منوقع بالمحظور بفراغ 3 مقاعد أساسية بالدولة اللبنانية للموارنة، هي رئاسة الجمهورية، حاكمية مصرف لبنان، وقيادة الجيش. شو الغاية؟ تغيير الحكم؟ وبالآخر كل اللي قلناه هو مجرد سؤال يسأل.